لدخل الاعدادات نضغط هنا في اشامي دلتا هذا مونتي في سيستم الاعدادات يس سيستم سيتينغ هذه الاعدادات عندنا هنايا دي اس بي كوموند عند متصل بالويندوز 10 لازم زوج عند ويندوز 7 لازم واحد هكذا هكذا هاب هنايا هكذا ويندوز 7 هكذا ويندوز 10 لازم دي اس بي كوموند ويندوز 10